اسماعيل وحزم اخرى صغيره من اماكن اخرى غير البوليتكس. اسماعيل بينما اللي جاي من البلامنه دي كلها جايه منين؟ جايه من البوليتكس. جايه منين؟ هم ثلاث حزم. الكبيره اسمها دينا البطه دي اسماعيل. يعني ايه اللي هيخلي البربل اكبر واحده؟ يعني اللي بيشغل خمس اعصاب في الوش اكبر من اللي بيشغل عضلات جسمك؟ اوف اللي انا بعته من فوق افضل الموتور
العصب المباشر اللي تحت اسمه الغدد الفقري، تمام؟ يبقى دي عضله عشان حضرتك تشغلها محتاج عصبي. العصب اللي فوق اسمه ايه؟ والعصب المباشر اللي تحت اسمه ايه؟ ثم تيجي كمان حقيقه ومعلومه مهمه، وهي ان بداخل العضله في ماسل سبندل، والعضله لما تبقى استرتشد بتبعت هي افلنت فتشغل العصب اللي بيعمل لها كونتراكشن اللي هو الايه؟ الفا موتور نيورون. صح الاسم كويس؟ يبقى عضلاتك ممكن تضطرب بطريقه ان حضرتك تبعت من فوق تشغلها، او ان انت ما تبعتش تشغلها بس هي عشان الاسترتش اللي شغاله نفسها. لا هو الاسترتش في نفس العين عندنا في ثلاث حصص اصلا، صح؟ يبقى كده عضلاتك فيها طريقتين من الانطلاق، من فوق بالابر موتور نيورون او عبر الاسترتش ريفلكس. فاهم يا حبيبي الكلام ده؟ بقول ده مهم قوي عشان نقول اللي جاي هيبني عليه. معايا يا اسماعيل؟ محدش قال لكم مساعدة بس. مين قال لك مساعدة دي؟ احنا قلنا أصلاً أول جملة في النص يعني إيه ستريتش ريفلكس؟ أول كلمة ستريتش ريفلكس يعني إيه؟ ستريتش أوف ذا ماسل كوزز كونتراكشن أوف ذا ماسل. أول كلمة، تمام؟ الستريتش ريفلكس لوحده يخلي العضلة تقف، لوحده ما ساعدهاش. هو كله بعد كده بيساعدك في تنفيذ الحركات اللي أنت عايزاها، ده موضوع تاني. يعني دي إضافة تانية. لو أنا مخليها تنقبض لوحده ولا لا؟ ايوه خليتها تقوى بدليل ان في ايه دلوقتي في عضلاتي؟ مصر تون دول اول كلمه بتعرفه مصر. طب انا حبيت اعمل فولانت ريموت اكتيفيتي يعني اضيف انقباض اضافي، سيرفو اسيست بقى اللي انت عايز تقول لي عليه. انما من الاصل عامل درجه من درجات الانقباض، صح؟ الاول خلوني بس مع حضراتكم احدد السبب. سبب المشكله ايه؟ احنا لو قلنا ما هنتكلم عن الابر موتور نيورولوجي فاحنا مش بنتكلم عليه في العموم، ان الابر موتور نيورولوجي ممكن يحصل لكذا سبب. احنا بنتكلم يا ياسمين على حاله خاصه اسمها سيريبرو فاسكولار ستروك. يعني ايه سيريبرو فاسكولار ستروك؟ يعني غرزه للاوعيه الدمويه المخيه اللي انت بتسمع عنها في التلفزيون، يقول لك ده جاله جلطه في المخ وده جاله نزيف في المخ. يعني من الاخر كده الشرايين المغذيه للحزمه دي اتقطعت. بص كويس كده، فاتقطعوا فوق. مهمة حكايه القطع ده كده هو النقطه اللي انا بتكلم عليه تبع قصته الاصغر. طب اللي هو النقطه اللي انا مش هتفرق قوي، المهم ان العصب ده اتقطع. سواء كان شلل الاطفال اللي اسمه بوليوميلايتس، او ستروما واحد يهزر مع صاحبه في مطوه، او بريفرال نيوروباثي بسبب الدايبيتس ميليتس او اي حاجه. المهم ان الاعصاب الثانيه اللي تحت هي اللي ضربت. فسلمان قال لي دكتور على فكره انا عايز اقول لك على حاجه، الاثنين هيتشلوا. قالوا يعني ايه الاثنين هيتشلوا؟ قال لي مش هيبقى حضرتك غلط. يعني فاطمه سواء انت قطعتي لي العصب ده فده مش هيشتغل، او قطعتي لي ده شخصيا فبرضه ده مش هيشتغل. في الحالتين انا لن استطيع ان احرك عضلاتي، وهو ده معنى الباراليسيس. وهو ده معنى ايه الباراليسيس؟ طيب انا هتكلم بعد شويه تشكل الباراليسيس، بس انا عايز بعد الباراليسيس ده اشوف الماسل تون هيبقى اخباره ايه؟ والديب ريفلكسز اخبارها ايه؟ والسوبرفيشال ريفلكسز اخبارها ايه؟ وبعدين عايز اعلق على الويستنج والفاسكيليشن وحاجه اسمها الكتريكال ريسبونس. يقول
احكي لكم على عيال اتقطع عند الابر موتور نيرون اللي هو البيراميدال فوق خالص هنا الاول هيجيله الشلل ناحيه دول ناحيه لان هيك عادي اللي كله قطع فوق قبل عادي فده هيبقى عنده ايه؟ كل ثلاثه طيب انا حته في جسمه اللي هتتشل كل النص ده هيتوقف وعشان كده اسمها كونترا اسمها ايه؟ كونترا كونترا هيموبليجيا اسمها ايه؟ كونترا هيموبليجيا يعني ايه كونترا هيموبليجيا؟ يعني شلل نصفي الناحيه الثانيه يعني ايه شلل نصفي؟ يعني العيان مش هيحرك دراعه ورجله الناحيه الثانيه خلاص طب حضرتك بالنسبه للذراع ورجله الناحيه دي طب ليه الذراع والرجل؟ الذراع والرجل مع بعض علشان خاطر انت ضربتني فوق خالص فاهمين؟ ارجع بعد شويه العب معاك بس نخلص طب العيان اللي اتقطع عنده الليزر نزل العضلات اللي بتشتغل بالميديان او بالارنر اخبارها ايه؟ اذا في الحاله ديت الشلل بيبقى لوكالايزد الشلل بيبقى ايه؟ على حسب عيان عنده شلل اطفال الفيروس ضرب له هو الموتور نيرون ليجن في رجله اليمين رجله الشمال ذراعه اليمين المشكلة في مين؟ العصب بقى العضلات دي مش شايف العضلات دي في الأول موتور نيرون ليجن ده سليم هل العضلات تنقوص؟ تقدر تنقوص بحاجة اسمها ايه؟ زاد شفت؟ صح مش عارف حد حضرتك هيفتكر اللي انا هعمله ده ولا لا هاي بوتونيا وهاي بوتونيا من حق انه معترض
لو انت شاطر يا واد لا هو المفروض مش هاي المفروض ايه ده مكتوب في اول الكتاب تمام. نيجي بقى للسوبرفيشال ريفلكس. السوبرفيشال ريفلكس يعني حضرتك لما تيجي على بلاش بقى بطك عشان ما تتقرش تيجي على رجلي وتشكني بالكابوس المفروض ان العضله تنقبض وتعمل كده ده العصب بتاعها شغال صح؟ مفيش ليه؟ وحضرتك العضله احنا ما بنعرفش نشغلها انت لما تشكني بالكابوس اللي هو الفلكسور اللي هو المفروض العصب يخش ويشغل العصب يرجع لها العصب اللي انت بتتكلم عليه مش موجود اصلا مقطوع. طب في الابر موتور نيورون ليجن انا هكتب لوست وهحكي معاك مشكله ده لوست للابد. هل ده لوست للابد؟ لا لوست للابد شكرا من اسبوعين بست دقايق هو هنا لوست ليه؟ لا احنا في الشوك بس انما احنا بعد شويه هنرجع نشتغل عادي صح؟ ليه؟ كان اسمها ايه فاطمه؟ ستيج اوف ريكفري اسمها ستيج اوف ايه؟ يبقى هو الكتاب كاتب لوست وما وضحش بس بعد اذنك انا عايز اتفاهم بقى ان في الابر موتور نيورونيشن انا لوست اه مع رحت مع اللي راح بس هم ست اسابيع وان شاء الله ارجع تاني معايا اللي سوبرفيشال ريفلكسز وكل الريفلكسز ممكن ترجع تاني. تعالوا بقى ننزل تحت واسال حضراتكم مين في الاثنين عضلاته هتخس مع ملاحظه معلومه تاريخيه ثابته بتقول العضو الذي لا يستخدم يضمر ويموت. فاهم على طول الدكتوره حنين قالت لي لا هي عضلاته هتخس. ده صح عشان مشلول وده عضلاته هتخس عشان مشلول. هو مشلول اه يعني انت ما بتعرفش حالك عضلات ولكن عضلاتك بتركتر اصلا بتركتر بول ستراكشر فليكس. فيقول لك اذا السباستيسيتي تخشب العضله يحميها من الويستنج. تخشب العضله يعني ايه؟ ده غير ان العضله ممكن من وقت للتاني تنقبض ريفلكس. يعني ايه تنقبض ريفلكس؟ يعني تلاقي مثلا ايه العيان دخل عليه دكتور العلاج الطبيعي فيقعد بقى ايه يخبط العضله فالعضله تنقبض كل شويه وهكذا. مين فيهم اشوف عليه فاسيكيوليشن زي يوسف؟ ايه ده؟ بدر؟ اه بس قال لي استنى هو ايه فاسيكيوليشن زي اساسا؟ فاسيكيوليشن هي فيزيبل كونسبشن تبقى موجوده بس في اللغه الانتوريولوجيه مش موجوده في الارض. اول ده دخل دكتور العلاج الطبيعي بعد اسبوع كده فبدا يعمل شويه تمارين على العضلات فهم قاعدين هو والعيان في اللغه الانتوريولوجيه بصوا على العضلات بتعمل زي كونسبشنز اسمها فاسيكيوليشن اسمها ايه؟ فاسيكيوليشن شفت؟ العلاج الطبيعي ممتاز جدا بس شفت العلاج الطبيعي جايب النتيجه ازاي؟ شايف عضلاتك بدات تتحسن اهي. اقول له لا يا ابني. فالسيكيوليشنز اللي احنا شايفينها ديت سببها الباثولوجيكال ديسشارج. ليه باثولوجيكال ديسشارج؟ يعني العصب اللي اتقطع تحت ده بيموت وفاضل معاه شويه اكياس اسيتايل كولين بيعمل بيهم ايه يا فاطمه؟ بيفضيهم او بيموت خلاص ففضل اسيتايل كولين قامت العضله عملت بعض الانقباضات المرئيه. فاهم يا محمد؟ في الابر موتور نيورون ليجن العصب ده سليم ومش هيفضي الاسلاب الكورين بتاعه عشان كده مش هيبقى فيه فاسكيوليشن. فاهم اللي بقوله يا زويل؟ ليه العيان بتاع اللور موتور نيورون ليجن هيبان عليه الانقباضات دي؟ ده اسيتايل كولين طلع من العصب اللي اتقطع. العصب ده اتقطع فعلا في اللور موتور نيورون فضل اسيتايل كولين لما العضله عامله كونسبشنز هي الفاسكيوليشن. في الابر موتور نيورون ليجن ثالث اخر سليم ده ما بيبعتش حاجه اصلا. دي ممكن تكون عايز تسالني طب ولما لو تطلع ده الاسلايد كولين ده مش هيشتغل؟ لا مش كفايه. يعني الماده الكيميائيه لو طلعت من العصب ده للعصب ده
ده مش هيتشغل. ولما تطلع من الاعصاب ده العضله دي مش بتشغلها بالدرجه المطلوبه، بدليل ان انت ما بتلاقيش العيان بيعمل كده. انت بتشوف ايه على العيان؟ هي كونتراكشنز لا تلقى ان انت تقول ان العضله انقبضت، وانما مجرد فيزيكال كونتراكشنز. حد فاهم الكلام ده؟ فاهم؟ صعب النقطه يا احمد. ايوه احنا دايما بنقول هو اصعب حاجتين في الجوز كله يمكن هم المنصل والبسط. تمام؟ يعني عندنا حاجات طبعا في كل شابتر كان في حته كده حتتين ثلاثه اربعه. تمام؟ لكن الشابتر اللي هو فعلا محتاج بقى منك فهم عميق المنصل والسبيشال سنس. انا مهم احكي لك اللي فاضل ايه؟ لا يعني مثلا كان صعب ده؟ كان صعب ده؟ والله انت السوق صعب ده. المهم يعني انا دلوقتي قاعد اختبر هذه العضلات بقى. فلما قعدت اختبر العضلات يا عم حسن اشبيل فجأة وفاجأ ان انا عندي طيار كهربي اسمه تيتانيك سوري اسمه فلاتيك، وواحد تاني اسمه جلبانيك، وبقيس حاجة اسمها كروناكسي. حاجة زي ايه؟ حد شاطر فاكر ايه كروناكسي؟ كروناكسي؟ كروناكسي هي سبب نص مان. وقعدت نزعق زمان يا ابني كروناكسي از تايم كروناكسي از تايم. انا طلعت كروناكسي از تايم. فالكروناكسي مش نص والكروناكسي مش لايبريز. الكروناكسي هي الزمن المطلوب الاستجابه لما تكون الاستيميلوس دبل لايبريز. اقول لك على حاجه عشان ما تصعبش على بعض. الكروناكسي هي زمن الاستجابه. خلاص؟ زمن الاستجابه. فانا عايزك عايز تاخد بالك من حاجه. ان العضله في الابر موتور نيورون ليجن وان كانت مشلوله بس محافظه على صحتها. ليه محافظه على صحتها فقط؟ فيها انقباض داخلي مخلي التون عالي وحالتها كويسه وما خستش. فلو جيت يا رحمه تختبريها كهربيا هتلاقيها مرنه. مشغوله بس كعضله احنا كويسين والله هم بس ما بيشغلوناش اتمنى. انما في حاله اللور موتور نيورون ليجن العضله اتبهدلت. انا من بعدك يا عصر مرخص وخسيت وحالتي مجنونه. فلو حضرتك جيت تختبرها كهربيا ستجد ان هناك رياكشن اوف دي جنريشن اسمها استجابه الاضمحلال. يعني ايه يا امير استجابه الاضمحلال؟ يعني العضله يا عيني بتضمحل وعلشان كده عماله تخس. فاستجابتها الكهربيا بقت سيئه حتى الكروناكسي برونجت. انا فاهم حاجه؟ فلو انت عندك عيان مسلوب وانت مش عارف هو عنده اول نقطه نيورون ليجن ولا هو نقطه نيورون ليجن. في حاجات كتير. اول حاجه شوف التون. شوف الريفلكسز كل ده كلينيكال. طب انت برضه تصومش مش عارف تشوف ولا التون ولا الريفلكسز تعمل ايه؟ تبعته بقى تختبره كهربائي. لقيت عضلاته ما زالت بتستجيب كويس. يبقى كان عنده اول نقطه نيورون ليجن والعصب المباشر للعضله سليم. لقيت عضلاته بقت استجابتها سيئه وزمن الاستجابه يعني اتاخرت في الاستجابه. بمعنى كده ان العيان ده عضلاته بتضمحل وغالبا المشكله عنده في الجوه الموتور نيورون اهو بيسمى جوه الموتور نيورون. يعني لا بص يا عم العيان بيبقى مشلول معناه ان هو مش قادر يحرك عضلاته. ليه هو مش قادر يحرك عضلاته؟ لانه هو مش قادر يعمل لها ستيميوليشن. انا الدكتور هاجي من بره واعمل لها ستيميوليشن بالكهرباء هتستفيد. اي جسم حي يستفيد. هو مش عارف يخليها تعمل استجابه مش عارف يبعتها. هي قوية أم
انقباض. حاله مدهوم يعني هي فيها حاله من الانقباض العالي. دي قوه. ما تبصنيش. انما كهربيا هي اقبالها ايه؟ استجابتها طبيعيه وفي الزمن الطبيعي. فاهم؟ طب وتعالوا نلعب. ناس ما خلصناش وبدانا حفظ فرنجة بس سهلين. تعالوا نلعب. مع الأزياء المذاكرين الفنيين. صح بس حركيه يبقى عنده
في الاسيديتي. بس الباليسز اللي عنده كده يبقى اللي هو الموتور نيورون ليجن ولا ابر موتور نيورون ليجن؟ لا 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 والعيان دوت عنده حركه عاديه ولكنه لا يشغل بعضلاته لان العصب ده الاقصد. فمبدئيا هو عنده فلاسيلتي وعنده انكوردينيشن. وبرضه العيان ده عدى عليك كان اسمه ديفيد دوسانس. فاكر ديفيد دوسانس كان العصب الحفظ بتاعك في السنسور بيتقطع فحضرتك بعد ما الجن يروح والتمبريتشر يروح البوزيشن سنس يروح فيجي له اتاكسيا. ايه بقى الاتاكسيا يا زمان؟ in coordination of movement in absence of paralysis. ليه in absence of paralysis؟ الأمر نقطه نازل واللي هو نقطه سليم احرك عضلات بس ما لو حركها تقول لي هي فين؟ فاهمين؟ المفروض ان انت عند النقطه دي تكون واصل بقى لمرحله معينه كده من الفهم او تكون عرفت انت من فهمك خالص وربنا يطول عليك. نكمل نكمل يعني هو انت حاجه عادي صوت بتاعتي. يعني الجدول ده مش مهم، الجدول كده كده عندك في الكتاب، الصوت بتاعتي. سرعة سيكشن. مش عارف. أنا عايز 10 دقايق بالظبط يعني. ممكن تعمل